طيب معالي الوزير، عايز اتكلم مع حضرتك عن بعد اقتصادي شويه، مساله تطوير الاستثمارات داخل وزاره الاوقاف. احنا الحمد لله ان شاء الله باذن الله، رغم ان احنا ماشيين بخطى يعني محترمه جدا، احنا في 10 شهور الحمد لله من العام المالي تجاوزنا 1,600,000,000 صافي ارباح وايرادات، وهو اعلى نسبه ايرادات في تاريخ الهيئه منذ انشائها في مثل هذه المده. السنه دي باذن الله بنؤمن ننهي العام على رقم قياسي جديد في متحصصات الهيئه، لكن ده مش منتهى املنا. احنا الان تم تعيين مساعد جديد لوزير الاوقاف لشؤون هيئه الاوقاف، له خبره اقتصاديه واسعه جدا، ومع بعض بنرسم خطه جديده لمزيد من الاستثمارات في المرحله المقبله. ولكن ممكن يبقى لنا حديث مستقبلي، احنا زي ما بنعمل استثمارات تاكد عبر برنامج حضراتكم حاجه مهمه جدا، مال الوقف مال الله. الاعتداء عليك كالاعتداء على مال اليتيم، مال حق مال الوقف لا يسقط بالتقادم لا شرعا ولا قانونا. واحنا بنجهز حاجه مهمه جدا وهنعملها مفاجاه كبيره جدا لاي حد تطاول على مال الوقف، اي حد عمل اعتداء او لنا احكام بيعاكسنا في تنفيذها، احنا بنعد قائمه باي حد معتدي على مال الوقف او اي حد مش عايز ينفذ احكام الوقف، وهنطلع نعلن ده بالاسماء وبالجهات ونقول الشخص الفلاني بياكل يعني متطاول على مال الله وعلى مال الوقف، لان مال الوقف مال شرعا وقانونا، حق الفقراء والمساكين وحق اعمال الخير. الاعتداء عليك ده يخلينا نتكلم مع حضرتك عن بنوجه صيح التحذير لكل من تسول له نفسه ان يعتدي على مال الوقف او ينال منه او يمطلنا في تنفيذ احكامه. وباكد والله الفتره المقبله وبكل الدعم السياسي والتوجيه، حق الوقف لابد ان يعود كاملا للوقف كائنا من كان. وبنقول اللي مش هيسلم حق الوقف هيعرض نفسه لحرج مجتمعي بالغ، وهنذكر الناس بالاسماء.